نجح الاهلي النهارده في اول مباراه احنا نشوفها للفريق تحت قياده المدرب الجديد فايلر. طبعا ومبروك لفايلر كمان لانه يعني واضح انه شاف ماتشات الاهلي قبل كده وشوف بقى قد ايه وجهات نظر المدربين بتختلف في اللاعب. صحيح. لاسارتي كان راكن اجاييه. صحيح. اجاييه لما كان موجود مع حسام البدري كان بيعمل شغل مهم جدا لما الاهلي خد بطوله الدوري في اخر الموسم اللي قبل اللي فات يعني. وبعدين النهارده واضح ان هو كان في التشكيل الاساسي. الاهلي بيجيد اللعب وعشان كده بقول لك ان بايلر شاف الماتشات اللي قبل كده للاهلي، الاهلي بيعرف يلعب كويس قوي باربع مهاجمين هم طبعا ثلاثه لكن في واحد دايما اما عبد الله السعيد ايام ما كان موجود مع الاهلي. صحيح. او النهارده مجدي قفشه بيكمل يعني في الدقيقه 43 مثلا من الشوط الاول مجدي قفشه تسلل محسوب عليه. يا سلام مش هو ده لعيب الوسط اللي المفروض موجود في وسط الملعب بيلعب بوكس تو بوكس زي ما انت بتقول. يعني اللي خلاه يبقى دفاعيه كمان اكتر. يبقى ده هو معنى تسلل عليه في الدقيقه 43 معنى كده ان هو كان راس الحربه. فالاهلي بيعرف يدور قوي الطاحونه بتاعته في المقدمه.